صاحب باب ألف حكاية وحكاية هو الأديب والكاتب يعقوب الشاروني، الذي تم وصفه كأحد أبرز رواد أدب الطفل في مصر والعالم العربي. قدم يعقوب الشاروني أعمالاً أدبية هامة أثرى بها المكتبة المصرية والعربية في مجال أدب الطفل، وقام باستلهام جميعها من التراث الشعبي المصري. من أبرز أعماله الأدبية الحكايات الشعبية التي أعيدت صياغتها ونشرها في العديد من الدول العربية، وأيضاً كتب المكتبة الخضراء، وهي سلسلة تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتوسيع مداركهم، وتحتوي على العديد من القصص والروايات والمسرحيات. حصل الكاتب يعقوب الشاروني على العديد من الجوائز الأدبية تقديراً لجهوده في مجال أدب الأطفال، أبرزها جائزة التميز العلمي من جامعة حلوان عام 2012، وكذلك جائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب عام 2020. يعد الشاروني من أهم الكتاب المتخصصين في مجال أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، وتميزت أعماله بأسلوب بسيط وسهل، فكان قادراً على جذب انتباه الأطفال وإثارة اهتمامهم، فضلاً عن تميزه في تناول موضوعات متنوعة. وقد آمن الأديب يعقوب الشاروني بأهمية أدب الطفل ودوره في تنمية شخصية الطفل وتكوينه الفكري والثقافي، وسعى من خلال أعماله إلى تقديم نموذج أدبي مميز يلبي احتياجات الأطفال. ورغم رحيله عن عالمنا، إلا أن إبداعه سيظل خالداً في المكتبة المصرية والعربية، وسيظل مصدر إلهام للأجيال الجديدة من المبدعين.